أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونحمد الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صفوة الخلق ومنار الحق، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيله وكانوا خلفاء الدين من بعده. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جلت عظمته وتعالت كلمته: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. مولاي، إن أول ما يتوجه النظر إلى معاناته، وإن أول ما يبحثه الإنسان في مبتدأ حياته بعد التحقق من رشده والتمتع بحصاته، مسألة الإيمان بالله والإيمان بشريعة الله عن طريق العقل والنظر والسمع والبصر. فإن الإيمان بالله وبما جاء من عند الله يفتح القلب ويشرح الصدر ويصنع الفكر ويهدي إلى صراط الله المستقيم وإلى التخلق بأخلاق الله العظيم. وإن حياة الإيمان التي يلزمها البر والإحسان والعلم والعرفان لهي الحياة المعتد بها في نظر القرآن، فهي حياة توضح طريق السير وتخطط مذهب الخير وتجنب ساحة الشر والغير، وهي نظام وافي بما تتطلبه حياة الإنسان في أرقى وأسمى ما تصل إليه من صور الحضارة والثقافة. وبالتأمل والتبصر في حقائقها والوقوف على أسرارها ومقاصدها، لا يعود المرء يتعطر بين النظريات الأجنبية والفلسفات المادية، ولا يتعطر بالتيارات الشيوعية والحركات الوجودية. وإن أساس هذه الحياة المتضامنة والمتكاملة بذاتها، والتي لا تنظر إلى اليمين ولا إلى الشمال بنظامها، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الإسلام الباقية التي تنفي الشك والشرك وترفض الإثم والإفك وتعلن العزة والكرامة والحرية وتفيد
معنى المساواة في الطبيعة البشرية والحقوق الأساسية. وإن أطيب حياة وأكرم عيشة لهي حياة المؤمنين بالله، وحياة المستانسين بذكر الله، وحياة العاملين بأمر الله، وحياة القائمين على حدود الله. وتلك هي الحياة السعيدة التي قررها الإسلام بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان بالله مبدأها وأساسها، والعمل الصالح دعامتها وركيزتها، والمال والبنون زينتها وفتنتها، والجزاء الأحسن والنعيم الأوفى ذخيرتها ونتيجتها. وليس المراد بهذه الحياة الحياة المشروكة بين المؤمنين والكفار وبين الأبرار والفجار من طيب المسكن والمضجع والمنكح والمأكل والمشرب والملبس. فإن أعضاء الله في هذا النوع من الحياة يجيدون على أولياء الله. وإنما المراد بها حياة القلب والعقل وحياة العدل والفضل التي تنشأ عن حب الله وعن حب ما يحبه الله. فإن الله يريد منا المحبة والعبادة وحسن التعامل والعمارة، ويحب منا إحقاق الحق والعدالة وتوفير الأمن والمسالمة، ويريد منا أن نعيش في حدود معقولة وأن ننشط في حقول مشروعة وأن نتطلع إلى آفاق معروضة. وأي حياة أهنأ وأمرأ من حياة اجتمعت همومها وأصبحت هما واحدا في محبة الله وفي مرضاة الله وفي خدمة عباد الله، وذلك هو الصراط المستقيم الذي تترتب عليه حياة طيبة وطاهرة وناهضة. ومن ثم كانت حياة الإيمان بالله نعمة، ومن ثم كانت حياة الإيمان بالله والإيمان برسالة الله نعمة ومنجاة وسعادة، وحياة الكفر بالله والكفر بنعمة الله نقمة وفتنة وشقاوة. نعم، بدأت حياة الدين والإيمان غريبة، وستعود كما بدأت غريبة حسب ما أنبأ بذلك صاحب الرسالة الخالدة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وكما أومأ إلى ذلك جامع السنة الصحيحة أبو عبد الله البخاري في صحيحه، حيث ابتدأه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب، إشارة إلى أن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. إلا أنه لا غرابة في هذه الغربة، فكما بعث الله هذا الدين الحق وبعث له من ينصره حتى عم نوره سائر الأرجاء، كذلك سيبعث الله هذا الدين من جديد. حتى يسير في الآفاق ويحيا حياة التقدم والإشراق. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من أنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر،
وإنما كان الذي أعطيت وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ووحي القرآن معجزة الإسلام الكبرى محفوظ بحفظ الله في الصدور، وقائم بإذن الله في العصور، فهو في كل عصر غض طرد تتلقى منه الأحكام الطارئة والأعمال العارضة، وهو في كل زمان يدعو إلى التشبث بحياة الإيمان والإحسان وإلى التطلب لحقائق العلم والعرفان. ولا يفسر ما وعاه هذا الكتاب العزيز من آيات الكون وغرائب الوجود إلا تقدم فكر الإنسان وتقدم مرور الزمان، فكلما تقدم فكر الإنسان شوطا في المعرفة، وكلما قطع الزمان مرحلة من التاريخ تكشفت عجائبه للعيان وتوضحت معجزاته لأبناء الزمان. وأصل ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستويان أبدا. فالعلم منارة وهداية، والجهل عماية وضلالة، والشعب العالم غير الشعب الجاهل بحياة الدين والدنيا. فالعلم مطلوب على وجه العموم والإطلاق، كما ترشد إليه الآية الكريمة بحذف المعلوم، والحذف عندهم ينبئ عن العموم. فيجب الإيمان بالعلم والمعرفة، ويجب الإيمان بالله الواحد الأحد الذي أنعم وألهم وعلم الإنسان ما لم يعلم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعد فإن سياق الآية الكريمة التي عرضناها آنفا ينبئنا بوجود الصلة بين هذا الخطاب وبين الخطاب السابق في شأن تحويل القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وما دار حول هذا الحدث من جدل واعتراض، ويقرر الحقيقة إزاء هذه القضية التي تسبب أهل الكتاب عامة وبنو إسرائيل خاصة في إثارتها، وتشددوا في أمرها وحكمها، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والحقيقة المحصلة هي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر كله هو تولية الوجوه جهة المشرق والمغرب، أي أن تصلوا ولا تعملوا شيئا غير الصلاة. ولكن البر هو ما أوحى به كتاب الله وفصله في هذه الآيات تفصيلا. وترجمة هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل صخرة بيت المقدس في صلاته، كما كان أنبياء بني إسرائيل يستقبلونها من قبله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يجمع في صلاته بمكة بين استقبال الكعبة واستقبال الصخرة، فيصلي إلى جنوب كعبة مستقبلا شمالها. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة استقبل الصخرة وحدها لتعذر الجمع بين استقبال الكعبة واستقبال الصخرة، وظل صلى الله عليه وسلم كذلك طوال 16
أو 17 صهرا، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وفي أثناء هذه المدة كان صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يجعل الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، هي قبلة المسلمين، فأمره الله بذلك. ونزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فقال السفهاء من الناس كما سماهم الله بذلك: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فكان الجواب من الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب، أي أجبهم يا محمد وبين لهم أن الجهات كلها تتساوى عند الله، فلا فضل لجهتين على أخرى، كما قال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فتم وجه الله، إن الله واسع عليم. فلله سبحانه أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة من الجهات، وعلى العباد أن يمتثلوا أمر ربهم وأن لا يتعلقوا بمثل هذه الشكليات في عبادتهم. فليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في جوهرها، وليس لها من المنافع ما لا يوجد في غيرها. فالسر في اتباع أمر الله لا في اختيار جهة من الجهات، وإنما يجعل الله لعباده قبلة تجمعهم في صلاتهم لتكون راموزا لهم في حياتهم، فيتجهون اتجاها واحدا تتمثل فيه وحدتهم وتتحقق به مصلحتهم. وخاصة في أوقات الشدة والعسرة وعند التوجه والتهيؤ والاستعداد لأوزار الحرب ومعارك الجهاد قصد استخلاص الحق من الأعداء والأضداد الذين ظهرت نبائثهم وانكشفت خبائثهم، فيجب في مثل هذه الفترات الحاسمة إقامة الصف وإزالة الخلف حتى لا يؤثر أي شيء على المعركة القائمة، ويجب إيعاب القوات وتعبئة الطاقات والسير الحثيث وراء الأهداف والغايات. ومن طلب الحق بربه وبيد واحدة تيسرت له الأسباب والوسائل، ومن طلبه بنفسه وبأهواء مختلفة تعثرت عليه القضايا والمسائل. هذا وإن بني إسرائيل كانوا يستقبلون شروق بيت المقدس كما كان النصارى يستقبلون غروبه، ولما ولى المسلمون وجوههم نحو الكعبة طارت طائرتهم وهاجت نائرتهم وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فبين الله لهم في هذا الخطاب السامي أن البر ليس هو الاشتغال بأمر القبلة فحسب، ولكن البر الذي يجب الاهتمام به هو كسب هذه الخصال، خصال البر، وتحصيل هذه الشعاب، شعب الإيمان التي جمعت أصول الاعتقاد وتكاليف النفس والمال، فهي خلاصة لتصور الإسلام الصحيح وترجمة لمنهجه الكامل الذي لا يتم إسلام بدونه ولا يكمل إيمان ببعضه. ومن ثم ربطت الآية الكريمة هذه الخصال بواوات الجمع، إشارة إلى أنه لا غنى عن الجمع بين البر في الاعتقاد والبر في الأعمال والبر في الأخلاق. فمن شرط البار أن يستكمل هذه الخصال وأن يتصف بها في الحال والمآل، ومن استكملها استكمل الإيمان،
ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، والإيمان يقبل الزيادة والنقصان. ومن أجل ذلك أيضا عقبت الآية الكريمة على ذلك فقالت: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم واعتقادهم وفي أقوالهم وأفعالهم وفي ترجمة إيمانهم لواقع حياتهم، وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويؤدون واجبهم ويتقون الكفر والعصيان. وهم بذلك قد فعلوا وتركوا، فعلوا ما ينبغي أن يفعلوا وتركوا ما ينبغي أن يتركوا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال الله جل ذكره: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قرأ حفص الدوري وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي بالنصب: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والباقي قرأ بالرفع: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والاختيار قراءة الرفع لأن اسم ليس شبيه بالفاعل وخبرها شبيه بالمفعول والفاعل قبل المفعول، ولأن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قرأ بالباء: ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولأن القراء أطبقوا على القراءة بالباء في قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. والاستعمال العربي قاضي أن الباء تدخل في خبر ليس ولا تدخل في اسمها، كما أن نافع بن أبي نعيم المدني وعبد الله بن عامر الشامي قرأ بالرفع والتخفيف قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والباقون من السبعة قرأوا بالنصب والتشديد: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وسواء علينا أكانت القراءة بالرفع والتخفيف أم بالنصب والتشديد، فالبر هو كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويلحق صاحبه بجماعة الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل سبحانه البر ضد الإثم والفجور، وذلك ما يبين أن البر اسم لكل ما يتاب عليه من أقوال وأعمال وأخلاق وأحوال. ولقد حدد كتاب الله البر بعدد من الخصال، وهي: وإن تعددت وتنوعت لا تتجاوز ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد وحسن المعاملة وتربية النفس والضمير. أشير إلى الأول بقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وإلى الثاني بقوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وإلى الثالث بقوله: وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ولقد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الآية الكريمة في كتاب الإيمان حيث قال: باب أمور الدين. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى نهاية الآية. ثم أسند رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وروى عبد الرزاق وغيره بسند لا يقبله البخاري عن أبي ذر جندب بن جناد الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية. وبهذا
يتبين أن شعب الإيمان في الحديث هي خصال البر في الآية، وأن البر والإثم وأن البر والإيمان الإيمان سواء في التعبير عن المفهوم السابق. ونحو آية البر هذه قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. رفضت الآية الكريمة تلك العادة الجاهلية التي كانت قد استقرت في نفوسه، وهي أنهم كانوا في أيام الحج يفتحون من ظهر البيت ولا يدخلون من باب البيت حتى لا يستر الباب رؤوسهم، وهي عادة وثنية لا تقرها الملة الإسلامية. وأثبتت الآية الكريمة أن البر هو التقوى، والتقوى يشمل سائر خصال البر وسائر شعب الإيمان، إذ التقوى له جانبان: جانب الأمر وجانب النهي. ومما له علاقة بآية البر هذه حديث الإمام مسلم عن النواس بن سمعان العامري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقد قابل صلى الله عليه وسلم البر بالإثم، وهو ما لا تطمئن إليه النفس ولا تريد أن يطلع عليه الناس. وفسر صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق. والحياة الإسلامية كلها خلق وسلوك يقوم على الإيمان والاعتقاد، وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقول الله تبارك وتعالى في الثناء على عبده ورسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة الصديقية رضي الله عنها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفسه بتعاليم القرآن في اتجاهاته وتصرفاته وسائر أحوال حياته. ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والله أعلم بالباطن وبالظاهر. وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فيه إضمار لا مناص من تقديره، إذ لا يستقيم في اللغة العربية الإخبار بالذات عن المعنى والتقدير، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه تتحكم فيه العوامل اللفظية والطبيعية، شائع في الكلام الفصيح وفي الكلام الصحيح. من ذلك قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية، إذ القرية عبارة عن الأبنية المتجمعة وهي لا تسأل. وقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر. تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، لأن العجل لا يدخل في القلوب. ومن ذلك قول الخنساء تماضر: رتعت ما رتعت حتى إذا ادكرت، فإنما هي إقبال وإضبار، أي ذات إقبال وذات إضبار. ويمكن أن يكون المجاز مجاز الصفة لمن آمن بالله واليوم الآخر والتقدير، ولكن البار من آمن بالله واليوم الآخر. ووضع المصدر موضع الاسم وارد بكثرة في كلام العرب، من ذلك قوله تعالى: والعاقبة للتقوى، أي للمتقين. وقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا، فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. وعلى أي حال كان المجاز مجاز الحذف أو مجاز الوصف، فإن أساس خصال البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر، ولن يكون كذلك إلا إذا تمكن من النفس وتركن في القلب
يصحبه الإذعان والاطمئنان بحيث لا تبطره نعمة ولا تؤيسه نقمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإيمان بوجود الله وبوحدانية الله وبكمال صفات الله يعتبر نقطة التحول في الحياة البشرية من عبوديات شتى إلى عبودية واحدة يتحرر بها الإنسان من كل عبودية لغير الله، ويتساوى بها الإنسان في الحياة مع غير الله. والتحرر من عبودية غير الله والتساوي في الحياة مع غير الله هي غاية العزة والكرامة، كما يعتبر تحول من حياة الفوضى إلى حياة النظام، ومن حياة التفكك إلى حياة الالتحام. والبشرية بدون إيمان بالله الواحد لا يعرف لها قصد مستقيم، ولا يوقف لها على نقطة تتركز عليها وتتجمع حولها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الاعتراف بحياة أخرى في عالم غائب عن هذا العالم الحاضر. ولذلك لا يليق بالعاقل أو بالفاضل أن يقصر سعيه على ملاذ النفس ومطامح الجسم، بل يعمل لما حضر ولما غاب. ويتضمن أيضا التصديق بمراحل ما بعد الموت من حياة البرزخ وحياة المعاد. إذ ليس المهم هو الموت، وإنما المهم ما بعد الموت مما سيلقاه الإنسان من أهوال وأحوال وحساب وسؤال. ويتضمن أيضا الاعتراف بالعدالة الإلهية في القضاء وفي الجزاء. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ويتضمن أيضا أن حياة الإنسان على الأرض ليست حياة العبث والهمال والنسيان، بل لها ما وراءها من الجزاء والصراط والميزان. والجزاء يكون من جنس العمل، فالخير لا يأتي بالشر والشر لا يأتي بالخير. وقد قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإيمان بالملائكة معناه الإيمان بوجودهم وعبوديتهم لله وتصرفهم بأمر الله، والاعتداد بمن يزعم أنهم آلهة أو أنهم بنات الله. فقد أنكر الله ذلك عليهم وأكذبهم بقوله: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فالإيمان بوجود الملائكة وبعبوديتهم ووساطتهم بين الله وبين رسله، وبأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جزء من الإيمان الصحيح وشيء يأمر به الله ويرضاه. وذلك طرف من الإيمان بالغيب الذي هو أول صفات المؤمنين، والذي هو المفرق بين الإنسان والحيوان. فإن الإنسان يؤمن بما وراء الماديات، والحيوان لا يتعدى إدراكه ما هو من المحسوسات.
والإيمان بالكتب السماوية وبالكتاب المهيمن عليها وبأنه الذي تولى الله حفظه، والإيمان بالنبيين جميعهم لا فرق بينهم في الإيمان بهم، لا كما فعل أهل الكتاب من الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر. معناه الإيمان بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، والتهدي بكتبهم والتخلق بأخلاقهم. ومن لم يتهد بهدايتهم ولا تخلق بأخلاقهم فلا نجاح له في الدنيا ولا فلاح له في الأخرى. ومعناه أيضا الإيمان بوحدة البشرية ووحدة إلهها ووحدة دينها. ولهذا الإيمان قيمة كبرى في شعور المؤمن القائم على تراث الرسل والرسالات، والله أعلم بالبدايات والنهايات. قال الله جل ذكره: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، نحو قوله تعالى: وآت المال على حبه، قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، والمعنى أنهم يؤتون ويطعمون مما يحبون وهم على صحتهم وشحتهم، لا من الشيء المهمل الرخيص ولا من الشيء المكروه الخبيث، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولقوله سبحانه في معرض الدم: ويجعلون لله ما يكرهون. ولا عند حضور الموت والشعور بالخروج من الدنيا، إذ إنفاق الصحيح الذي يخشى الفقر ويأمل البقاء هو الذي يكون به كمال البر والإيمان، ومن ثم كانت عطية الصحيح خير من عطية المريض. فقوله تعالى في الآيتين على حبه احتراس بليغ، أي من شيء محبوب ومكسوب لا من شيء مكروه ومغصوب. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناس من فقراء الصحابة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الظفور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذا الحديث المكشوف المعروف له دلالة على أن المال من شأنه أن يسبب المنافسة بين الأغنياء والفقراء، وإن كانت منافستهم هنا غبطة ورغبة في الخير، ظانين أن الصدقة لا توجد إلا بالمال. فأبان لهم صلى الله عليه وسلم أن كل عنصر من عناصر الخير صدقة، وفاجأهم صلى الله عليه وسلم بشيء آخر، وهو أن مباشرة الرجل لامرأته صدقة، وذلك ما جعلهم يستنبئون ويستطلعون. فأكد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك بالحمل على ما يعهدون. ولقد علم الله في الأزل ما سيكون من المشادة وسوء العلاقة بين الجانبين، فحذرهما سبحانه وخاطبهما بخطابين: أحدهما للأغنياء: ولا تنسوا الفضل بينكم،
إن الله بما تعملون بصير. والآخر للفقراء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولكن لما أعرض الأغنياء عن الفقراء ولما تعرض الضعفاء للأقوياء ساءت العلاقة وتبدلت الحالة وتكونت عقد نفسية وأزمات خلقية، ثم نشأت مذاهب اشتراكية ومذاهب رأسمالية، وكل منهما يدعي الديمقراطية. فآل الأمر إلى ما نراه من حروب باردة ثارة وحروب ساخنة أخرى، أي آل الأمر بينهما إلى مناصبة العداء ومنازلة اللقاء، وذلك من حكم الله، والله يحكم ما يريد والله يفعل ما يشاء. وإيتاء المال على حبه والرغبة فيه والاعتزاز به من شأنه أن يطهر الإنسان من رعونة النفس وعفوتها، ومن عبودية المال التي تدل النفوس وتنكس الرؤوس، وأن يحرره من وسوسة النفس ووعوعتها ومن حرصها وشرهها، وأن يجعله ذا قيمة إنسانية وقيمة اجتماعية. فالصلة لذوي القربى تحقيق لطهارة النفس وسخاوتها، وإثبات لكرامة الأسرة وارتباطها. والأسرة هي النواة الأولى التي تتكون منها المجتمعات البشرية، فإن ارتبطت هذه الأسرة ارتباطا وثيقا ارتبط المجتمع بعضه ببعض وأتى بالخيرات والمعززات، وإن انفصمت هذه الأسرة انفصم المجتمع بأسره وكان شرا على نفسه وعلى غيره. وينبغي الإطلاق في ساحة القرابة لتشمل كل رحيم وكل قريب من بعيد ومن قريب، والإطلاق من شأنه أن يوسع دائرة الروابط الإنسانية والعلاقات النسبية. وفي الحديث الشريف: العطية للمسكين صدقة ولذي القربى صدقة وصلة. والصلة لليتامى تكافل بين الكبار والصغار، وبين الأقوياء والضعاف، وحماية للأمة من تشرد صغارها وتعرضهم للضياع والفساد. واليتامى هم الذين فقدوا آباءهم وأصبحوا لا كاسب ولا عائل لهم، وهم صغار وضعاف في حاجة إلى العطف والرحمة والرعاية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل يتيم في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الشريفتين إلى السبابة والوسطى. والصلة للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون ولا يتعرضون ولا يسألون، احتفاظ لهم بماء وجههم، وإشعار وإبقاء على عزتهم وكرامتهم، وإشعار بالتضامن الواجب لهم حتى لا يضيع فرد من أفراد الجماعة ولا يهمل عضو من أعضائها. فاتقوا الله في الضعفاء والمساكين فإنكم بهم ترحمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإنكم بهم ترزقون وتنصرون في معارككم الداخلية وفي معارككم الخارجية، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال شاعر العرب: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجى بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح. في الحديث الشريف
لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وزاره طاو إلى جنبه. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعمامتي من ورائي فقال لي: يا عمران، يا أطعم وأنفق، فإن الله يحب الإنفاق ويكره الإقتار، وإن الله يحب السماح ولو على ثمرات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات. فاتقوا الله في الضعفاء والمساكين، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والصلة لابن السبيل، وهو الذي فرغت نفقته وانقطع عن أهله وماله ووطنه، نجدة ونصرة له في وقت الشدة وفي ساعة العسرة، ودلالة على أن الأرض كلها وطن للإنسان يلقى فيها أهلا بأهل وقرارا بقرار. ويدخل في ابن السبيل كل من سافر لطاعة أو بعث لمصلحة، فإن كل منهما يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه. وكذلك الضيف النازل على المسلمين، استدعى أو لم يستدعى، فإنه يستضاف من مالهم وعلى حسابهم، والنزول بهم معناه النزول على حكومتهم. والصلة للسائلين والمتعرضين إسعاف لعوجهم إن لم يكن لديهم كفاية، وكف لهم عن السؤال إن كان لديهم كفاية. والسائل يشمل المسلم والكافر والغني والفقير، لقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي كيفما كان حاله ودينه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على طرف. وليس السائل والمسكين بهذا الطواف المتعارف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين والسائل والذي لا يجد غنى ولا يفطن لا فيتصدق عليه. والإسلام لا يسمح بالسؤال لمن يجد كفاية أو يجد عمل وقدرة، وإنما يسمح بالسؤال لمن أعوزه العمل والمال. وإذا تكاثر الشحادون وتوافد السائلون، فإن ذلك يتطلب اتخاذ إجراء حازم من شأنه أن يميز بين من تدعوه الحاجة والضرورة وبين من يدفعه الجشع وحب جمع المال. فيحال الأولون على الملاجئ الخيرية والصناديق الاجتماعية لتتولى القيام بمهامهم وضرورياتهم، ويصرف الآخرون إلى ميادين العمل أو إلى قراهم ومضاشرهم التي كانوا يعملون فيها. والصلة للرقاب، أي لفك الرقاب من الرق أو من الأسر عناية بالتحرير ومساهمة في الإعطاء حتى يسترجع المرء حريته وكرامته. وغني عن البيان أن الإسلام يعلن حرية الرقيق منذ اللحظة الأولى التي يبتغي فيها الحرية ويطلب من أجلها الكتابة، كما قال سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويجعل من البر إعطاءه من الزكوات والكفارات والتبرعات ليسارع إلى فك رقبته واسترداد مكانته. وإذا كان الاستعباد الفردي يلقى هذه العناية من الإسلام، فالاستعباد الجماعي أولى وأحرى بهذه العناية. ومن ثم قال علماؤنا: إنه يسوغ ارتكاب المحظور في طريق اكتساب الحرية والافتكاك من الرقية. وعلى هذا فمنظمات التحرير التي تسعى إلى تحقيق مطامحها
واستقلال مواطنيها من البر إعانتها بالقول والعمل ومساندتها بالسلاح والمال لتحرز حريتها وشرفها. ويوجد في مقدمة المنظمات منظمة التحرير الفلسطينية التي لقيت وتلقى كثير من مؤامرات العناد والاعتراض، والتي أصبح شعبها يعيش بعيدا عن وطنه ومشردا ومضطهدا ويعامل معاملة وحشية وقاسية، الأمر الذي يندى له جبين الإنسانية في عصر يسمي نفسه بالعدالة والديمقراطية وأحق به أن يسمى عصر المصالح المادية. فينبغي للعرب وللمسلمين جميعا أن يجعلوا في مقدمة القضايا التي تشغل بالهم قضية فلسطين وقضية القدس الشريف، اعتبارا بأن ذلك تراث إسلامي لا يخص الوطن العربي، وبأن ذلك هو أصل النزاع وتطوراته في الشرق العربي، كما ينبغي لهم عدم إغفال هذه الصفات السامية وأداء الحقوق الإسلامية، وبذلك تتوثق الروابط بين المجتمعات والطبقات فتكثر الحسنات وتقل السيئات والأعمال كلها بالمقاصد والنيات. قال الله جل ذكره: وأقام الصلاة وآت الزكاة. تعلمنا من منطق الكتاب العزيز أنه يذكر الإقامة وما في معناها بجانب الصلاة في مقام الأمر والمدح، لأن السر يكمن في إقامتها وإدامتها لا في وجود شكلها وصورتها. ولذلك تراهم يقولون: المصلون كثيرون والمقيمون قليلون. فإقامة الصلاة عبارة عن توجه الإنسان بجسمه وعقله وروحه إلى مناجاة ربه والاتصال بخالقه، وليست إقامتها مجرد حركات ريادية جسمية، ولا مجرد توجه روحي وصوفي، لأن الإسلام يعترف بالإنسان جسما وعقلا وروحا، ولا يفترض أن هناك تعارضا بين هذه القوات المكونة للإنسان، ولا يكبت الجسم عن عمله لتنطلق الروح، فإنه يعتبر أن كبت الجسم غير ضروري لانطلاقة الروح. ومن ثم جعل عبادة الصلاة مظهرا لنشاط هذه القوات وتوجهها جميعا إلى خالقها في ترابط وانسجام، فجعلها قياما وركوعا وسجودا تحقيقا لحركة الجسم، وجعلها قراءة وتدبرا وتفكيرا تحقيقا لنشاط العقل، وجعلها توجها إلى الله وإقبالا عليه تحقيقا لنشاط الروح. وهذه النشاطات تؤدى في وقت واحد وفي عمل واحد. وهنا ينتهي بنا المطاف. تحفنا عناية الله بالألطاف، وإذ انتهينا من عرض هذا المنهج، منهج البر والإيمان الدال على صدق واستقامة الإنسان، فلننظر من خلال هذه الآية الشاملة لتلك الآفاق النجرة المشرقة التي يريد الإسلام أن يرفع الناس إليها بمنهجه القويم وصراطه المستقيم، ثم ننظر إلى الناس وهم يتجنبون ويتعامون عن هذا المنهج الحميد ويترصدونه بالخصوم والعيون والرقباء، وينظرون إليه نظرا سلبيا متغافلين عن الناحية الإيجابية التي هي سر عظمته وخلوده، كالعدل والإحسان
والصبر والتضحية والإيثار والمحبة والمراقبة والمحاسبة والتآخي والتآسي والتعاون والتضامن. ولا نملك إزاء هذا كله إلا أن نتأسف ونتحصر ونقول كما قال الله سبحانه: يا حسرة على العباد. والله المسؤول في الهداية والتوفيق إلى معالم الحق وسلوك الطريق، وفي إصلاح الأمراء والرؤساء والعلماء والزعماء، وفي أن يجمع الله شفاة هذه الأمة المرحومة ويؤيد كفاحها ويرفع رايتها وينصر جهادها، وأن يهيئها للتمسك بحبله المتين وكتابه المبين الذي يجمعها في صعيد واحد وفي صف واحد لتنهض بأسباب سعادتها ولتناهض أعداء يقظتها. وأديم اللهم رعاية أمير المؤمنين مولانا الحسن الثاني الذي بعث الجنود ورفع البنود وساند الحدود وأقام السدود. اللهم احفظه لصالح الإسلام والمسلمين ولتحقيق ما نصبوا إليه من التقدم في سائر الميادين. اللهم اجعله في حصن حصين وفي مكان أمين. اللهم أصلح ولي عهده الأمير الجليل سيدي محمد وسره مولاي الرشيد وسائر الأمراء. اللهم اجعل خير هذه المجالس في حساب مولانا محمد الخامس. اللهم اجعل له ذكر في العالمين. اللهم ارفع مقامه في أعلى عليين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.